خط من الحضور في ملعب الإسكندرية. العب يا درويش. كرة مرة تانية للأمام. الشامي عدى وفات المرة دي في مكان خطير، في مكان خطير، وادي كرة وجول. جول 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 جول. افتتح الحكاية، افتتح الحكاية وافتتح القصة أحمد بدبولي. بس بص شوف مين اللي أخرج ومين اللي فكر ومين اللي أسعد. آدي الفرحة وآدي السعادة وآدي الشامي اللي عدى وفات وتقل على كورته وحطها خلصانة مخلصة علشان أحمد مدبولي في الدقيقة 20. أصدقائي يفتتح التسجيل من أول محاولة حقيقية. بص شوف الشامي بيعمل إيه، عدى وفات وبص ورفع وشه وحطها خلصانة مخلصة، ودي ما ترجعش يا جدعان. وبالفعل أحمد مدبولي يسجل أول الأجوان في أحداث هذا اللقاء ويتقدم مشاهدينا للدراويش بأول أهداف اللقاء في الدقيقة 20 وأول أهداف مدبولي في النسخة رقم 64. تحضير من جانب سموحة. بركات يلحق الهاني سليمان. أحمد حكم، ضغط خطير جدا وجول. جول 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 جول. الأخطاء الأخطاء. وعبد الرحمن في الدقيقة 38 بيحط تاني الأجوان وبيهشك الدراويش كمان وكمان وكمان. اللعب والضغط والاسترخاء اللي كان بيحضر بيه فريق سموحة. أخطأ حكم وعبد الرحمن مجدي يسعد أنصار الدراويش كمان وكمان بتاني الأجوان. بصوا حضراتكم لسه بتكلم على جودة التمرير وعلى جودة التسليم والتسلم في التحضير. خطأ كبير جدا جدا، خطأ قاتل. لكن الضغط، الضغط المتقدم اللي فيه إيجابية. عبد الرحمن مجدي بالتخصص يا حبيبي بالتخصص في الدقيقة 38 يضغط على حكم ويهشك سموحة كمان وكمان ويسجل للدراويش تاني الاجوان علشان تبقى وحوي وحوي للدراويش في احداث الشوط الاول. فريق سموحة كان يقدر يتعادل او يقدر يتقدم، لكن خلينا نشوف الشامي. ادي الشامي، 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 وتالت الاجوان. ثلاثية، ثلاثية قوية جدا جدا. صنع الاول وسجل التالت محمد الشامي. مش بقول لحضراتكم وحوي يا وحوي ورمضان كريم على الاسماعيلي وعلى الدراويش بثلاث اهداف لم تحدث في النسخة رقم 64. واحمد سامي بيقول ايه الحكاية، هي اللعيبة الصايمة حتى الان لكن فرحة وسعادة في المدرجات. ادي الكورة ما فيهاش لا رايه ولا صفاره، موقف سليم 10 على 10. واحده والتانيه والشامي يكمل الثلاثيه ويكمل اجمل شوط للدراويش في النسخه رقم 64. بركه الشهر الفضيل يتقدم اصدقائي على سموحه في اول 45 دقيقه بثلاثيه نظيفه. لكن يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، مطر 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 اجوان. ومالك بعيو بيقلص الفارق في الدقيقة 41. لسه ما خلصناش فرحتنا بتالت الاجوان، لكن التونسي مالك بعيو بتسديدة. بصوا حضراتكم الحكاية وبصوا حضراتكم السخونة والإثارة. مش بقول لحضراتكم لسه الحكاية فيها مليانة مليانة أحداث.